السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير على الجميع. اليوم التاريخ 24/11/1439، يصادف اليوم التاريخ اليوم الاثنين يا شباب. الآن درجة الحرارة معنا بالأحساء 45 يا شباب، والآن الساعة 10:30، يعني تخيل الساعة 10:30 درجة الحرارة 45، ما شاء الله وتبارك الله. أنا جاي الحين في حظيرة خلطة ولد الشرقية، ما شاء الله تبارك الله. شوفها كم، طبعا أنا بس مشغل المروحة يا شباب، هذه المروحة مشغلينها عليهم بدون مكيف صحراوي، والحمد لله. شوف العصافير الحب والكروان بصحة، وكل شيء الأمور طيبة يا شباب. أنا جاي الآن هنا علشان بس أبغى أشوف كم درجة الحرارة. شوف كم درجة الحرارة، 45 يا شباب، والحمد لله عندنا إنتاج. جاي بغير الماي، يفضل إذا نستخدم خلطة ولد الشرقية يا شباب نغير الماي، لأن الماي يكون حار يا شباب في عز الظهر. وشوف هذا البدي ما شاء الله تبارك الله جالس على البيض، هذا كم ما شاء الله، 4 بيض ما شاء الله. وزي ما علمتكم صحة الطيور توب ولله الحمد، ربي لك الحمد في عز الحرارة يا شباب، في عز الحرارة. شوف نزلت الحين 44 لاني داخل الحظيرة، وهذه بس المروحة اللي تشتغل يا شباب. جاي أبدل الماي، لأن أنا يوميا الصباح أجي أبدله علشان ما يكون عليهم حار، لأن الجو حار يا شباب. شوف هاك الكروان كيف، شوف هاك، هذا عندي إنتاج في عز الحر، في عز الحرارة. عصافير الحب رامية بيض ما شاء الله تبارك الله، بس ما توقع يطلع، لأن درجة الحرارة كما شفتوا توصل 50 الساعة، الساعة 12 الظهر توصل 50 يا شباب، ما شاء الله تبارك الله. شوف هاك، هذه يعني لو اغطيها بطربال واحط مكيف صحراوي كل الامور طيبه. شوف العصافير، هذا الكروان والحمد لله في انتاج. شوف هذا هنا، شوف نستخدم خلطة ولد الشرقية رقم واحد للوقاية عن جميع الأمراض يا شباب. هلا هلا بخلطة ولد الشرقية رقم واحد يا شباب، 3 أيام بالشهر للوقاية، مريض تعبان من 5 أيام إلى 7 أيام ورايح، تدعولي بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف كم الحين درجة الحرارة، 44.8 والرطوبة 10، والآن هذا شهر، أحد عشر عربي، مشكلة والله. باقي شهرين على ما تخف الحرارة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف هاك الكروان كيف يا شباب، زي ما علمتكم، شوفوا بعلمكم هذه خلطة ولد الشرقية رقم واحد للوقاية. الآن الساعة زي ما وريتكم درجة الحرارة 45 معنا، نحط بس للوقاية 3 أيام بالشهر على 5 لتر، نص معلقة أو معلقة. أوكي، هذه شوف حطينا كل واحدة نص معلقة من خلطة ولد الشرقية رقم واحد للوقاية عن جميع الأمراض، ونعبيها فل ما شاء الله تبارك الله. خلنا اوريكم بس صحة الدجاج، ربي لك الحمد، هذا لي من عمره بيوم عندي صوص، ربي لك الحمد. شوف زي ما علمتكم اليوم التاريخ 24/11/1439، هذه في عز الظهر، انا الان جاي في درجة الحرارة 45 ما شاء الله، وهذا اللي كان عندي صوص ما شاء الله تبارك الله. غير اللي هنا، شوف ما شاء الله على الفيومي ما شاء الله تبارك الله، هذه صحة الصيصان توب ولله الحمد. هذا تقريبا الان في عمرهم 4 شهور، في عمرهم 5 شهور، 4 شهور ونص ما شاء الله تبارك الله. خلنا نروح ننسى نعبيها فل. طبعا هذه زي ما علمتكم للوقاية، نعطيهم 3 أيام بالشهر اللي هم معلقة على 5 لتر،
إذا عندك أكثر معلبتين على 20 لتر يا شباب. شوف هاك كلها ما شاء الله أعشاب، من الحلبة، من الثوم، من الزنجبيل، من حبة البركة، من المرة، من أوراق المورنجة، ما شاء الله تبارك الله. في عندي تقريبا 20 صنف ما شاء الله تبارك الله أنا حاط مع الخلطة. شوف هذه الخلطة للوقاية. طبعا انا احط زنجبيل هندي، افضل نوع الزنجبيل الهندي، والحلبة والثوم والمرة وما شابه ذلك، حبة البركة وبدر البصل ما شاء الله تبارك الله. وريتكم صحتكم، شوفوا ما شاء الله نعبيها فل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما علمتكم اليوم التاريخ 24/11/1439، يصادف اليوم الاثنين. يا شباب مع تحيات والدي الشرقية. واي استفسار رقمي معروف 0544204431. مرحبا، مليون مرحبا، تحياتي للجميع، حياكم الله يا شباب.